ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الفنان المغربي الحاج يونس أمس السبت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكشف الحاج يونس إصابته لجمهوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا أنه ولج على إثر ذلك إلى المصحة. وقال الحاج يونس تعليقا على صوره من داخل المصحة: لليوم الثالث وأنا في صراع شرس ضد الكوفيد، واللي جت من عبد الله مرحبا بها. وتسلل فيروس كورونا لجسم الحاج يونس وأثر عليه رغم تلقيه اللقاح، إذ كان من أوائل الفنانين الذين توجهوا نحو مراكز التلقيح لتطعيم أنفسهم. وسجل المغرب خلال الأيام الماضية معدلات إصابة مرتفعة منذ أن بدأت الجائحة في المغرب. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.